البانديه نتاع قبل قليل يضرب الحديد، والبانديه نتاع توا يشرب حربوشه. فما ناس مش الناس كل الاولاد كل كيف كيف، فما ناس مجرمه يشرب لك حربوشه يطنبش فيه بوه، مش في صاحبه يطنبش فيه. البانديه نتاع قبل ما يظلموا حد، ما يظلموا حتى حد، يتعار كل رواحهم كل الكباس نتاع نتيح. نسمع بيك انا باندي نجيك حتى القروية، نجيك حتى السوسة. قبل يبدو يكوروا في الحومة، يتعدى واحد كبير يحترموه يبعدوا، تو لا كان يكلمهم زيد يسمعوا الكلام. ما احنا نقولوا باندي قبل صحيحة الحكاية، وتوا نقولوا باربوات، ما نقولوش ما نصنفوهمش مع بعضهم، خاطر ما سون با لي ميم نو، ماهمش فرد اسم. شنو الفرق بين البانديه نتاع قبل كيما اللي شورب والبانديه نتاع توا؟ البانديه نتاع قبل قليل يضرب الحديد، والبانديه نتاع توا يشرب حربوشه. فما ناس مش الناس كل الاولاد كل كيف كيف، فما ناس مجرمه يشرب لك حربوشه يطنبش فيه بوه، مش في صاحبه يطنبش فيه. الجماعه هذه ما قتلش واحد بوه في سيدي حسين، يلعب بيه لعبان راسه في الشيره وكتفه في الشيره، شارب الدواء. فما شباب يشرب الدواء يا خويا ما عادش يعرف حتى حد، يخرج من سينتو. يقولوا انه البانديه نتاع قبل كانوا قبل ما يستعملوش الاسلحه كما مثلا الموس كما قلت انت وغيرها، كانوا قبل بالبونيه. هاني قلت البانديه نتاع اليوم ولاو يستخدموا الاسلحه كما السكينه والا الموس وكل الاسلحه البيضاء. مش خاطر الدور تقول بسيف سيف سيف ضريف يمكن طوله متر. الناس الدور باش بيك بنتي بونتويه تعمل بعضها بونتويه تبدا تصادني ونصادك ديما محاضر روحه واحد خاه. ناس قبل فماش كان البونية اللي يسمعوا بيا قبل جبد موش يقول لك هذاك حسب ماهوش معاركي ماهوش كبابلي خواف علاش في الحديد. ما كانتش قبل سكاكد ولا ماش ما كانتش قبل كيما علي شورب سميتوه باندي، اما هو كيما قلت انت كان يدافع على المظلومين ويدافع على العباد اللي ما عندهاش. اليوم البانديه نتاع توا ما معناه ما يدافعوش على الاقل منهم، بالعكس يتقواوا عليهم. هاك قلت يتقواوا ولا حتى على بعضهم، يكونوا قاعدين في قاعده نتاع شراب يدوروا على بعضهم ديريكت، مش في حاميو علينا ولا عليك انت. انت وين الناس قلت ولات في الوقت هذايا توا رجيتهم تاع الاحتياج والبطاله تعمل برشا حاجات. يسكر واحد ولا حربوش يفكر هم كل على طول عباد تحرق على حرق. فما اللي رايه مزمر جد تو انت حرقه ب 10 ملايين ولا 2 ملايين، اما خير تعمل بها نصبه نتاع كشك ولا تمشي تحرق شوف تعيش شوف لا حشاك. مش كيف تو قبل تو بانتي قبل فما انا قلت لك انا معركيه غوله تو يا خويا جيتو من كل حد سكين. انا قلت لك ساطور يجمعوا يجمعوا سيف سكينة مع شك سكينة كانوا شكال تاع شهر سكينة ما هي كلش. بابا احكي لي شنو الفرق بين البندية نتاع قبل كيما علي شورب والبندية نتاع وقتنا توا نتاع اليوم؟ انا اسمعني انا باش نقول لك بتنظيف حاجة بركة علي قال اخويا خاطر هذا هو ما شاء الله الكبير ريتو علي شورب تسمع بيولي انت بوم كلثوم ما عادش يجي فماش اسطورة نتاع تونس هذاك اللي يقول لك ريتو علي الله يرحمه أسطورة متاع تونس كيما أم كلثوم كيما كيفاش يقولوها بيلي أسطورة ما عادش يعاود واحد كيف هو من جميع ما أي نعرف ماهيش. شنو الفرق بين البندية متاع توا والبندية متاع قبل كيما علي شورب؟ البندية متاع قبل ما يظلموا حد، ما يظلموا حتى حد، يتعار كل رواحهم كل الكباس متاع نتيح. نسمع بيك انا باندي نجيك حتى القروية نجيك حتى السوسة نجيك حتى فهمت كيفاش يسمعوا بيه يمشيوا له يتعاركوا مع بعضهم بعد يقوموا يتسامحوا توا توا بالقتل وبال هكاو توا قبل عرك يدابزوا مع بعضهم يتعاركوا وبعد يقوموا ما توصلش للمركز ما توصل ومن بعد يبوسوا بعضهم. البندية متاع قبل كانوا ما يظلموش بعضهم ما يظلموا حتى حد يستخدموا البونية على عكس نسمع مثلا بحمد الذياب انا مش من الحلفاوين نسمع بيه في القروين باندي هو علي شرب يمشيله ما يمشي مع حد وحده يتعارك مع يقعد الجمعة في القروين غديك يولي أصحابه يولي واحد سمعت بيك باندي كيما الكيلك باش باهي وتوا توا ليه توا ربي يهدي تو
شنو الفرق بين البنديه نتاع قبل كيما علي شورب والبنديه نتاع وقتنا توا نتاع اليوم؟ كيما حكى لك تو ابو احمد قال لك لا قبل ما يضربوش بالحديد تو كلها بالسيوف الدور تضرب بالسكين عنده بونت بواحد يمشي يضربها في وجهها ولا يضربها في فهمت وتو حوم تجيبها بعضها يجيب ولاد حومتها كل يدخل عروشات مش كيما قبل قبل كيما يحكي لك علي شورب قال لك حتى كيعمل عركه وحده ما يهزش ولاد حومته معاه تو فروخ كلها طلعت تو من لطف جيل قسم على ربي كيما قلت البنديه نتاع قبل كيما حكى لك على كيما علي شورب كان ما يتعدش على اللي اقل منه الا العبد الضعاف والا المظلومين والا اللي ما عندهمش الفقراء على عكس البنديه نتاع اليوم انهم ما يهمهمش انت عندك ما عندكش زوالي ماكش زوالي ضعيف ماكش ضعيف كل شيء على بعض ما يهمهم حتى في شيء ما يهمهوش مستحيل وساعة يلقى واحد ماهوش ولد عمه براني ما يهمهمش فيها ما يهمهوش يضربوه ويهنتلوه يعملوا لي مش كما قبل مش كما تو وما يقدروش تو قبل الكبار يقدروا الأكبر منه يقدره تو ولاد ما يقدرش حتى رجل كبير قدامه ما يقدرهوش هكا ولا قبل كيبدو يكوروا في الحومة يتعدى واحد كبير يحترموه يبعدوا تو لا كان يكلمهم زيد يسمعوا الكلام بابا احكي لي شنو الفرق بين البنديه نتاع قبل كيما علي شورب والبنديه نتاع توا ما احنا نقولوا بنديه قبل صحيح الحكايه وتوا نقولوا باربوات ما نقولوش ما صنفوهمش مع بعضهم خاطر ما سون با لي ميم نو ماهمش فرد اسم هذاك باندي قبل كان باندي سمعتها بالي باندي في الحومه هو اللي يقف على الحومه هو اللي ما يخليش يحفظ على عرضات جيرانه هو اللي يطهر اليتيم هو اللي يعاون في الولاية الفقير هو كي يقف هو كان اونتريما هو يلم في الحومه شوي 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 بالزلزه الدار هذيك ولا الطفله باش تعرس يزهزوها هذاك سمعت باندي ويزلم يمشي له هو ياخذ له حقه توا كونت توا شنو معناتها توا باربو الباربو هو يتعدى على الناس يظلم العباد فهمت ديفيرون منين كيفاش ديفيرون باندي وباربو هذيك الباندي وهذه باربو علاش تسمى باندي وقت اللي هو قاعد يعاون في المستضعفين ويعاون في العبد اللي اقل منه كلمه هي من جات كلمه باندي هي كلمه كما نقول فيها كانوا نقولوا الباندا يعني كان جمع باندا عصابه جات في فرد نقولوا باندي مش باندا قبل قالوا يقول لك البانديه والله بانديه هذوك محمد هذيك كلها بانديه هي ما كلمه باندي الور جمع والفرد فرق اوكي والباربو اوتوشوز توا معناها اللي قلت لي عليهم اللي سميتهم انت ما همش بانديه كيفاش معناها علاش سميتهم ما همش بانديه كيفاش علاش سميتهم ما همش بانديه هاني قلت لك فما باندي هو باندي فما ولد حلال هذاك تبقيني حاس روحه هكا فابوري على عباد اقوى في ذراعه في مخه في تصرفاته في رجوليته فهمت هذاك شنو معناتها باندي مش باندي يتعدى على العباد ويطلب من العباد لا ها بالعكس البانديه نتاع اليوم قاعدين يتعداو على العباد ويفكوا حاجه الباربوات نتاع اي يتعداو على العباد ويفكوا حاجه غيرهم نورمال تاع المراه ما يسالمه طفله ما يسالمه اكثر انت ينطروا في عمناول في المراه طفله مع امها نطروا لها التليفون نتاعها حتى مشات تحت الترام مسكينه في حرام هذا يسمى باربو يسمىش باندي فهمت أختي هذا هو البانجي متاع قبل كان مثلا ما يستخدمش اللاموس لا حتى شيء جوست البونية على عكس متاع تو اي العكس تو لو ما يضربوش بالبونية قبل كانوا يقول لك تحب واحد يطيح واحد ببراس فير فهمت يوري لي هو اقوى منه باش ببراس فير فهمت تو يستعمل كان الحديد يستعمل الموس يستعمل السكينة فهمت وهذا كلهم ليش من الدواء اللي قاعد يدخل البلاد هذايا في الولاية الدواء من الروك ديوغ كي يعمل كعبة حربوشة في فمه في الولاية يقتل روح من غير ما يشعر مغودة الصباح يقوم يضرب في روحه بالكف يقول أنا شو عملت البارح وهي من جرة الدواء من جرة الغبابرة اللي قاعدة تدور توا اللي مرحبا بيهم بارك الله فيهم اللي يذاكرونا فيها تونس يعطيهم الصحة باش يوليو بلوريش فهمت أختي هم معروفين يدخلوا فيها
باش ولات العباد تتصرف هكا، فرق صغير دو 2 13 14 في الولايه، اوليو باش تعلم صنعه توا ولا يدور في الشارع، لا بوي ربي ولا ام تربي في الولايه، الو يلقى روحه مسيف في الشارع باش يولي في الولايه يعمل يعني في حاجات خايبه، فهمت؟ مالوغوزمون. شنو اللي تبدل بين جيل نتاع قبل وجيل نتاع توا؟ هاي نقول لك حاجه باهيه، قبل كانت الرجل عنده كلمه والمرأة عندها كلمة زادة، البو يخدم من برا والأم هي تتصرف، هي تتربي في ولادها، فهمت؟ والبو كانت عنده كلمته، فهمت؟ يعني الود ولا الطفل تتربى يعني سبونتاني من شرطة تصرفت أمها، تصرفت بوها أبوه، فهمت؟ ياخذ من بوه، توا ما ياخذوش من والديهم، هي توا فرق وسيب في الشارع، فهمت كيفاش؟ هذاك عايشتهم يعني تصرفاتهم موفيس كاركتير، ما همش فاهمين الدنيا. قبل كنت بالحق قراوا في الكتاب، قراوا القرآن عند المدب، فهمت؟ كان في السلام يمشي يصليوا. قبل حتى البوك كانوا يسموه لولده راه ولا بنته، ما يوريهاش توا ليه، ها يعمل كل شيء مباح قدام ولاده. كيفاش ولده تحب ما يروحش الغلطه يروحها ابوه؟ شي يوم يجي في شقه في البياج وقع فيه ابوه وامه.